السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كان ليا سؤال بالنسبة للعتب الجديد أو السكن الجديد، فهل دوت بيأثر في عملية الرزق؟ نعم. هل دوت بيأثر في عملية الرزق؟ يعني هل للبيت تأثير في مسألة الرزق؟ أيوة بالظبط كده. لا أعلم شيئا عن هذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة والفرس والدار. والشراح يشرحون هذا الحديث فيقولون في معناه ومن معناه: الشؤم في الدار، يقولون مثلا قد يكون الجار سيء، قد تكون الدار غير مشمسة، فيها أمراض وفيها أوبئة، قد يكون هناك حساد يحسدون أهل البيت من الجيران، فهذه وجه الأضرار التي يمكن أن تتأتى أو منها. يعني إما أن يكون جار حاسد، تكون الدار غير مشمسة، يكون الدار بعيدة عن محل الاتجار، لكن الدار في نفسها والأرض أرض الدار أو جدرانها ذلك بعيد، والله أعلم.